لا مش هيبقى مشكلة ان انت تلبسيه بدل ما انت ما تعتقدوش، لانه دي الرموز في الحقيقة بتظل الرموز ما لم تكن الرموز دي فيها شيء معروف لدى الناس ومش ممكن تجهله. لكن الكف دوت متعدد لرمز ايه؟ الكف دوت ممكن يستخدم في ان الواحد بيتكلم عن السلام، واحد بيتكلم عن الرفض، واحد بيتكلم عن كذا. فما تمحطش المسألة دي عشان يبقى الشخص اللي هو فاهم كده يبقى لا يعذر. لا هو كده ما فيهوش اي حاجة، الحكم ما فيش على حد حاجة لو استخدم حاجة من الرموز اللي بتستخدم في شكل دفع الحسد هو لا يقصد بهذا، لان الاصل ان هذه الاشياء ممنوعة. وان كان صحيح لان احنا مأمورين باشياء اخرى واحنا بنتعامل مع الحسد.